السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيتها المرأة في مشارق الأرض ومغاربها. إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير، أنت والأهل ديالك والأحباب ديالك كاملين. المرأة الذاكرة الله سبحانه وتعالى، المرأة المستغفرة، المرأة المستغلة لهذه الأيام العشر المباركة عند الله سبحانه وتعالى، المرأة الصابرة، المرأة المربية للأجيال، المرأة المبدعة الفنانة في المملكة ديالها، ومبدعة كذلك في المائدة ديالها وفي التوجيهات ديالها وفي التحضيرات ديالها. حفظك الله أينما كنت، حفظك الله أينما كنت أنت وأهلك وأحبابك وكل أعزائك يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله، اليوم بغيت نخدم معك واحد الوصفة مدة طويلة هذه وأنا محضراها وكنقول غنوجدها اليوم غدا، اليوم غدا غنحاول إن شاء الله نوجدها معك. هذه الوصفة جد فعالة، وبالنسبة للناس اللي شوية معجازين بحالي أنا، اللي معجازين كنقولها الناس اللي معجازين، اللي ما عندهمش ديك الرغبة ديال أنهم ياخذوا جميع الأعشاب الطبيعية ويطحنوها ويدروها على شعرهم وتبقى مدة ساعتين ويغسلوا شعرهم وكل شيء، معجازين أو عندهم ظروف كذلك ديال أن الجو عندهم شوية بارد بحال حنايا عندنا المناطق باردة، ما يمكنش أنك غدير واحد الوصفة على شعرك وغتخليها مدة ساعتين. ملي كندوي على الوصفة أنا كندوي الوصفة التقليدية، ملي كنا كنديرو الحنة والورد والخزامة واليازير والريحان وكل شيء، كانت تتخلط داك الشيء كيتقاد وكل شيء وكيدار في الحنة. وهاد الوصفة مشهورة كذلك يوم العيد الأضحى كيديروها الاغلبيه الناس مع الزيف ديال حياتي بيض. المهم عادات وتقاليد هذه ما عرفناش واش، المهم غادي يكون عندها شي مفهوم، غادي يكون عندها شي سونس، غادي يكون عندها شي 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 دلاله. كيقول لك لا ديروها للشعر داك النهار باش ما يتشوش لك شعرك كيف كيتشوط الراس ديال الحولي. المهم المعتقدات لا ادري علميا صحيحه ولا لا، المهم هذه معتقدات انا قلتها بحال هكا داينا، لان معظم الناس دابا قلات هذه الظاهره ولا قليل 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 بزاف. وانا من الناس اللي ما بقيتش كندير نهائيا شي حاجه، يعني ولا العجز والجو حتى هو بارد هو كيعجزك اكثر وكل شيء. فترة ديال الحال سخون كتكون فترة قليلة دغيا كتمر، وهاد الوصفة خاصها دار دائما باش ما ترجعش للشعر، وهي الحمد لله وصفة طبيعية. نبداو على بركة الله. الوصفة اللي غنخدمو ان شاء الله اليوم بإذن الله كتكون من إكليل الجبل، اليازير، غوزماغا، روزمارينو، ها هو هذا، وكذلك من الميرامية السالمية، لا سالفيا، لا سالف، هذه الوصفه من جوج الاشياء غتكون. الوصفه جد بسيطه وسهله، كنحاولوا اننا ناخذوا واحد القدر ديال اليازير كنحطوه على لاطه، كنحطوه على طبسيل لاطه بلاطو اللي عندك، وكذلك قسط ديال السالمية، وكتحاولي حتى هو كذلك كتسرحيه وكتحطيه كديريه في الظل في بلاصه مهويه كيدخل ليها الاكسجين، بلاصه مهويه كيدخل ليها البرد كيدخل ليها الاكسجين كلشي، المهم ما كتدخلش ليها الشمس باش ما تفقدش القيمه اللي فيه الفوائد اللي فيه المهم ملي كتيبس كتحاولي تطحنيهم. حنا من قبل كان معروف عندنا المهراز بسميتو ديال النحاس بطريقه تقليديه كتدق الحاجه وكل شيء. دابا الحمد لله ولات الالات الكهربائيه زعما اللي الحمد لله والشكر لله في هذا الزمن فيه ايجابيات وفيه سلبيات، الحمد لله والشكر لله فيه ايجابيات كثيره. الحمد لله هذا الشيء الكهربائي ولا مسهل علينا، ما قالش المهراز ودق دق دق كاين الجيران تحت منك او فوق منك وتصدع الناس وكل شيء، ولا بضغطه وحده على الاله الكهربائيه صافي كطحن لك داك الشيء اللي بغيتي. والحمد لله شكر هذه من نعم الله سبحانه وتعالى ومن لم يشكر نعم الله سميتو خصنا دائما نشكر الله على النعم اللي كيعطينا. اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. المهم كنشدو هادو من بعد ما كيبسوا في الظل في بلاصه مهويه كناخذوهم كنطحنوهم في الطحان الكهربائي. هنا راني سبق لي طحنت اليازير، ها هو اليازير هذا، ها هو طحنته بعد ما يبس، ها هو طحنته، وطحنت كذلك السالمية، ها هي طحنتها
طحنتهم هادو ان شاء الله بحساب غنديروهم للشهر. عندهم دور فعال دور فعال دور فعال دور فعال، هو انهم من فيهم فوائد كثيره فوائد كثيره، وغنهضر على السالميه. السالميه واحد العشبه اللي سبحان الله فيها فوائد كثيره. انا نهضر على فائده واحده اللي في الموضوع ديالنا اليوم، هو انها كتنشط الخلايا اللي كدير الشعره بيضه. عندنا خلايا في الراس كدير الشعر الابيض، كاين اللي كيتلقاه باقي صغير باقي صغير باقي ما وصلش زعما الهدف، وكتلقى راسو فيه الشعر الابيض شيب، كنقولوا حنا شيب. يعني هذه كتنشط ديك الخلايا وكتجدد ديك الخلايا، وكتولي كتعطينا سبحان الله العظيم، كت 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 ديك الخلايا كتخليها تنشط وتخدم مزيان، وكتولي بدل الزغبه ما غتخرج بيضه كتولي تخرج من بعد كحله. سبحان الله، راه معروف الساميه معروفه علميا. انا الفكره اللي كنقول علميا راه ماشي كنهضر هكاك، ولا هذه فكره علميه خديتها من الدكتور الله يجازيه بخير، جزاه الله خيرا. ما عرفتش واش يبغي الاسم ديالو يذكر ولا لا، ولكن شهير ومعروف معروف معروف جدا، وتبارك الله جميع المواقع عنده واحد موقع كبير، راه هو اللي دار غذاء الميزان او التغذيه في القران، غذاء الميزان راه هو اللي دارو شخصيه الله يجازيه بخير. استفدنا منه كثير، الله يجازيه بخير الله يجازيه بخير الله يجازيه بخير، وان شاء الله تكون ليه عمل ان شاء الله دؤوب يبقى عليه ان شاء الله الى ان تقوم القيامه ان شاء الله تعالى. دكتور كنثق به اكثر، هو عربي مسلم، وكذلك تكلم عليها الدكتور ديالنا المغربي معروف الدكتور الفائد معروف، يعني تكلم على الفوائد ديال هاد السالميه لا في الجسم ولا في كلشي، ولا كذلك بالنسبه للشعر. لذلك غنبداو الوصفه على بركه الله. غناخد شويه ديال اليازير، غنحاول انني نغربلو. في الحقيقه اختي من الاحسن والافضل، من الافضل ليك، من الافضل من الافضل ديال بحال كنمشي بان، من الافضل تكون لي باموس، دوك اللايبات اللي كنديرو لي باموس، هي اللي لي باموس غتخرج لك على الغبره فقط فقط الغبره غتخرج لك. حاولي انك تغربلي في لي باموس. لي با دوك رقيقين اللي كنديرو لي بحال ديال اللحم. المهم انا راه كنحاول نوضح ونفسر كلشي، المهم باش توصل الفكره. كنحاول انني نغربلهم فيها. انا ما لقيتش لي باموس، درت هاد الفوال، ولكن بيني وبينكم هاد الفوال شويه غليظ شويه غليظ، قلبت على لي باموس حطيتها بروبريو بهذه الخدمه هذه، ولكن قلبت عييت ما عرفتش هاد الايام راه شويه ارتباك. عندنا الجرده تبارك الله عطات الفائض ديالها وعطات الخير ديالها، يعني كيبقى لك خصك تقطع توجد تقاد تصاوب تعطي لهذا تقاد لهذا تصاوب هكا، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. شويه ديال الروينه عندي هاد الايام في الحقيقه. كنحاول انني ندير لي باموس، وكان لي باموس طبيعي الحال غدوز لي الغبره اللي غدوز ليا. كنحاول هذا مقطعه غليظ لانه باغا نديرو من المنسمات، وان شاء الله نخدمها معكم باذن الله. ها هو غربلتو، ها هو غبره بروبريو غبره، ها هو غبره هذا اليازير. ان شاء الله دابا غنديرو السالميه. ها يلا طحنتها مزيان باش ما نلقاش صعوبه في هذاك. طحنتو غليظ من اجل لان باغا نخدم به وصفات ديال لي غوستي، يعني المنسمات خاصو يكون شويه غليظ. كناخدو السالمية حتى هي كذلك بسم الله وعلى بركة الله، كنغربلوها. كنوصيك من الأحسن أختي ديري ليباط، راهما جد فعالين. أختي ما تنساش تسبيحك الله سبحانه وتعالى، تسبيح تهليل توحيد
ما تنسيش هاد الاستغفار، ما تنسيش الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أختي والله حتى كنذكرك وكنذكر نفسي، ماشي كيعني هاد الشيء بأنني أنا راه هادشي كله كنقوم فيه 100%، كنقوم بشي حاجة قليلة، ولكن الوقت اللي كنذكر نفسي، والوقت اللي كان إلا نسيت وخدمت وتشغلت بحال كاينه مع هاد اليوتيوب، تشغلت معاه شويه وكل شيء، كنحاول انني نخدم شي فيديو نسمعه، الا بقيت نسيت كنلقى راسي بانني ذكرت نفسي حتى انا كذلك، حتى انا كن حتى انا ملي كنسمع وكنكون مثلا نسيت ما صليتش على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ديك اللحظه، انا كدوي في ديك اللحظه، لان خصنا نحاول نطيبوا لساننا بذكر الله وصلى على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، راه فيها فلاح دنيا واخره، راه ماشي يعني ماشي يعني تقول بان الانسان راه باغا دير، راه ابدا، راه والله فيها سعاده دنيويه هنا بعدا، سعاده واحد السعاده اللي ما كيحس بها الا الانسان الذاكر الله سبحانه وتعالى، صدقوني راه واحد السعاده، واحد السعاده، واحد الطمانينه، واحد الراحه في هذا الزمان اللي ما شاء الله، اللي زمان فتنه وزمان حنا عارفينه، وزمان لا اله الا محمد رسول الله، اللي كل شيء اختل فيه، موازين كلها اختلات، نسال الله العفو والعافيه، ونسال الله سبحانه وتعالى يلطف بينا ويشوف فينا برحمته، واكبر دليل هادشي اللي كنعيشوا فيه، هاد الاشياء اللي كنعيشوا فيها، لا اله الا محمد رسول الله، اشياء الله يعمر ربي يلطف بينا وصافي، اشياء يعني بكل صراحه لطف الله سبحانه وتعالى بينا. هاد الجائحه اللي جاحت العالم كامل، وللاسف في بلادنا الحبيب ولاو حالات كتار، حالات كتار، حالات كتار، اللهم يا ربي الطف بينا يا ارحم الراحمين، والطف بالعباد اجمعين. اختي كنذكرك وكنذكر نفسي، كنذكرك وكنذكر نفسي، كنذكرك وكنذكر نفسي، وكذلك كنحاول نذكرك بانك تكوني تي اكثر مني، وتكوني مجاهده اكثر مني، اكثر مني، اكثر مني، لما لا، ونتعاونوا ونغبطوا بعضياتنا على الخير، على فعل الخير، على فعل الخير، على فعل الخير، ناخذوا قرعه كيف ما كانت قرعه، المهم تكون مغسوله مزيان ونقيه وكل شيء، وكندير فيها الشامبوان ديالي اللي كنغسل به. في الحقيقه انا هاد المره على ود هاد الوصفه درت شامبوان اللي ناقصه منه المواد الكيماويه وفيه مواد طبيعيه، يعني ناقصه منه المواد الكيماويه، درت الشامبوان ديالي هنايا، غناخد معلقه ها هي معلقه عامره ديال السالميه، ها هي معلقه صغيره ديال السالميه، غنخويها فيه، وغناخد راس المعلقة، ها هو الراس ديال المعلقة ديال اليازير، غنخويه هنا ان شاء الله تعالى، وغنسدو نحركو مزيان، ونسدو ونخليه مدة 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام، كيولي جاهز للاستعمال. هذا دابا ولا عندنا شامبو من 3 ايام ولا 4 ايام غدوز عليه، من غدوز عليه ديك الفتره بما طلق ديك المواد ديالو فيه، غتولي تغسلي به اختي شامبوان عادي، شامبوان عادي، منظف ديال الشعر عادي، شامبوان اللي كنديروه شامبوان عادي، تولي تغسلي به، صدقيني راه كيعطي نتائج مبهره للزغبه، كتولي كتغير شكل ديالها اللي كانت مقصفه وضعيفه، لا كذلك الشعر الابيض كيبدا ينقص ينقص ينقص، حتى كيولي ينبت في مكان الشعر الابيض، كيولي ينبت بلاصتو كحل بحكم السالميه. الى يعني فيه بزاف الفوائد، جمل الشعر بالنسبه للتساقط ديال الشعر، ها هو هاد الطريقه جد فعاله، حنا دائما كنغسلو شعرنا، يعني ماشي بحال انك غدير واحد الخلطه وتحاولي ديريها، كاينين المعكازين بحالي، كاين اللي عندهم عاوتاني الظروف والاجواء نقولوها، كاين اللي عنده امراض كذلك في الراس، ما يمكنش انه يدير وصفه على راسه ويخليها مده ساعه او ساعتين وعاد يغسلها، كيكون عنده مشكل ديال راسه، كاين اللي عنده البروده في الراس، يعني كاينه اشياء كثيره. هذه حنا ضروري ما نغسلو شعرنا، ونغسلوه ضروري ما نغسلوه، ضروري ما نغسلوه، يعني في الغسيل ديالك استعملي هذا الشامبو، قلبي على اي نوع ديال الشامبو، انا ما غاديش ندير اشهارات ديال الشامبو، اي نوع ديال الشامبوان اللي ما فيش مواد كيماويه نهائيا، ما فيهش مواد، يكون ولا كاع كانت فيه تكون قل تكون اقل، تكون قليله قليله قليله، واستعملي هذا ان شاء الله يؤدي بك نتائج
رائعه ان شاء الله تعالى. نتمنى من الله اختي ان تروحك هذه الفكره وتعجبك ان شاء الله تعالى وتستعمليها، وتكون ان شاء الله صدقه جاريه لخويا سي محمد الله يرحمه ويوسع عليه، وان شاء الله تكون انها فيها افاده ليكم. معكم زموريا روكا ديطاليا، سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.